السلام عليكم. العنوان على غزة: المحاصرة مستمر وأعداد الشهداء لا يكاد يتوقف، مسجلا حصيلة تجاوزت 8000 شهيد، طبعا نصهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 20,000 جريح. باتت المستشفيات في غزة لا تستطيع علاجهم بعد خروج أغلبها عن الخدمة. بينما يستمر تفاقم الأزمة الإنسانية، سجلت اليوم عودة جزئية لشبكة الاتصالات والإنترنت، بينما المساعدات الإنسانية ووصولها لمستحقيها شبه معدوم، مع عدم وجود ممرات آمنة. فكل شبر في غزة هو هدف للمحتل، وقد يقصف في أي لحظة على ساكنيه اللي يرفضون بكل عزم وإصرار الامتثال لأوامر المحتل بإفراغ المنطقة والتوجه إلى مكان آخر. أما التفرج ما زال قائما لحد الآن. دول وجيوش وأموال وإمكانيات وأسلحة وصفقات بمليارات الدولارات يقابلها خذلان منقطع النظير. أريد أستعير كلام الناطق باسم حماس أبو عبيدة يوم أمس، قال: لا نطالب الحكام العرب بتحريك جيوشهم للدفاع عن غزة لا سامح الله، فقد أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال، وإنما وصل بكم الأمر أنه ما تستطيعون تحركون سيارة إغاثة لإسعاف أطفال فلسطين. فهل هناك من يسمع هذا العار اليومي الذي يتكرر بقتل الأطفال والنساء والمجازر المستمر؟ أرحب بكم من جديد، وأرحب بضيوفي الأستاذ عماد المسافر الباحث السياسي، والأستاذ مبارك العاتي الكاتب والسياسي السعودي من الرياض، وكذلك الأستاذ وليد الجيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس من بيروت. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بك. خلينا نبدأ معك أستاذ عماد. لحد الآن شنو قراءتك للمواقف اللي قاعد تصير في غزة؟ شكرا جزيلا أستاذ محمد، تحية لك وللضيوف الكرام ومشاهديكم. يعني حقيقة المواقف العربية لا تقاد أن ترى بالعين المجردة إلا ما شاء الله، أنه الموقف العراقي كان موقفا مميزا على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وحتى على المستوى الكتل السياسية. خطاب السيد رئيس الوزراء في القاهرة كان ترجمة لهذه المواقف الشعبية وموقف الكتل السياسية وموقف المرجعية الرشيدة. أما بقية المواقف للأنظمة العربية مواقف لا تستحق حتى ذكرها للأسف الكبير، يعني والحسرة الكبيرة. هذه الجيوش، تعداد الجيوش العربية سيد الكريم يقدر بسبعة ملايين مقاتل أمام 250,000 جندي إسرائيلي، وأنت أعلم والمشاهدين والضيوف الكرام بحجم الصفقات العسكرية التي تعقدها هذه الدول من أجل زيادة ترسانتهم العسكرية. لكن لا نعلم إلى من كانت تدخر هذه الأسلحة. شاهدنا هذه الأسلحة وهذه البطولات في عاصفة الحزم على الأخوة في اليمن الكريم، عندما امتد هذه الحرب وتحالف دولي، يعني استطاعوا أن يؤسسوا لتحالف دولي من أجل ضرب أبناء جلدتهم من أبناء العروبة. والحرب الخاطفة التي كانوا يتكلمون عنها استمرت سنوات، ولم يستطيعوا أن يقدموا شيئا عسكريا ملموسا أمام المجاهدين الأبطال. حقيقة يعني كل المواقف العربية لا تعول على المواقف الرسمية للحكام العرب ولا على الجيوش النظامية. زين ليش؟ لأنه هذه المواقف هي مواقف يعني ما تستحق أنه نتكلم بها. هذه المواقف مبيوعة منذ فترة ليست ببعيدة. علي من شنو مبيوعة يعني؟ هذه الأنظمة جاءت حسب رغبة الأمريكان وحسب رغبة الإسرائيليين. كل الأنظمة العربية؟ معظمها. في آخر لقاء مع صحيفة الواشنطن بوست، محمد بن سلمان يقول: كان لنا المساهمة الأكبر في انتشار الوهابية في أفغانستان لمواجهة المد الشيوعي حسب طلب حلفائنا أي الأمريكان. زين، هذا يجي الأولدر وينفذون،
لما كان الأولدر على السعودية أنه يكون هناك هيئة أمر معروف ونهى عن المنكر، كانت الهيئة بالشارع تفعل ما تشاء، وعندما تغير هذا الأولدر أصبحت تحولت هذه الهيئة بقدرة قادر إلى هيئة ترفيه. قد تكون سياسة دولة، هذه يعني سياسة داخلية. أنا ما سياسة دولة داخلية ما يخالف سياسة دولة داخلية، بس هذه السياسة لا تنفك عن الأولدر الأمريكي والطلبات الأمريكية. يا عماد أستاذنا، حربت الموضوع وحربت البرنامج عن أستاذ مبارك. أستاذ مبارك راح أجي لحضرتك. أستاذ مبارك دورك عزيزي، تكلم بدورك. أستاذ مبارك تكلم بدورك. راح تحول لحضرتك. هذا الموضوع ولم نتفق على هذا البرنامج إلا أننا سنناقش. أستاذ مبارك، إما أن تجنح إلى قضايا أخرى، أنا أعتبر هذا البرنامج برنامج شوارع واعتذر منكم. أستاذ مبارك تسمعني الآن؟ أستاذ مبارك تسمعني الآن؟ زين، يعني انسحب السيد مبارك العاتي لو شنو؟ وضحوا لي البرنامج ما يطلع بي. زين، إذا ما تقدر تواجه الحقيقة ليش يعني، حتى يعني مو ضروري تطلع إذا ما تقدر تواجه الحقيقة. هاي الكلام اللي تفضل به الأستاذ عماد المسافر، تحدث عن الأنظمة العربية اللي خذلت الشعب الفلسطيني. عندك كلام ممكن تواجهه، عندك قدرة تواجهه، لو ما عندك هذا اعتبره هروب. فأنت من اللحظات الأولى تهرب من البرنامج، عيب مخجل. إذا ما عندك القدرة على الظهور والدفاع عن كل هذه الشبهات اللي تطرح عليكم الآن، فمن المعيب أنه أصلاً حتى تعطينا موعد وتجي للبرنامج. شو تريد أناقشك مثلاً؟ بشنو أناقشك؟ أنا لازم أناقشك بالخذلان اللي خذلته بغزة، لازم أناقشك بالتحالف الدولي اللي شكلته حول اليمن، واللي قصفته به اليمن، قصفته أطفال اليمن. وين رحتوا الآن؟ الرجل قاعد يقول لك شكلته تحالف دولي وقصفته الأطفال باليمن وأظهرته عضلاتكم. ساد مبارك تسمعني؟ أنا أسمعك عذرا. تسمعني لو لا؟ إما أن يجنح بالبرنامج عن محتواه الأساسي، هذا يعتبر يعني برنامج سوالف شيبان، سوالف في إذا الأستاذ عماد صادق، العراق الشقيق لم يصوت على قرار جمعية العمل الممتحدة منع التصويت. صوت. لو أنك بالفعل يعني تريد أن تتحدث بموضوعية لذكرت هذا الموضوع. موضوع اليمن أكبر منك، طائفيتك هذه البغيضة هذه لا تمررها عبر البرنامج. زين. اتفقنا على أنه ناقش قضايا عربية وقضايا الأمن العربي. أدري شنو القضايا العربية أستاذ مبارك؟ نحل طائفيته ويلمز من السعودية. لا شنو القضايا العربية؟ شنو القضايا العربية اللي ناقشها في قضية فلسطين؟ اسمح لي، خليني أسألك أكبر منك جميعاً. خليني أسألك، إما تتحدث في غزة وبشكل مركز أو أنا أنسحب من البرنامج عذراً منكم. تنسحب من البرنامج؟ اختطف البرنامج عن موضوع. لا ليش تنسحب من البرنامج؟ أستاذ محمد، أنا أعتقد أن غزة جزيرة بالمعد. أستاذ مبارك، أنا أنسحب من المعد عزيزي. أنا أنسحب لأن المعد أخل بالشرط. لأن أستاذ مبارك، شنو الشرط يعني؟ بسمح الموضوع الرجل الذي ينسحب من البرنامج الآن. أولاً شنو الشرط يعني؟ الشرط أنه ما نتناول موضوع غزة، ما نتناول الموقف العربي. طلبت أن لا نتحدث بالطائفية، وطلبت أن لا نضرب بالعلاقات السعودية العراقية تحديداً. الشخص الذي أمامك الآن يتعمد إفساد العلاقات، ويتعمد اختطاف البرنامج، ويتعمد الإساءة للمملكة العربية السعودية. لا عندك وقت رد علي، عندك وقت رد علي. أستاذ مبارك عندك وقت الآن، رد علي. المذابح الإسرائيلية في غزة، ما هي العلاقة؟ ما سمعتك. سيخلينا نتكلم. ما العلاقة بما المذابح الإسرائيلية الذي امتنع العراق عن التصويت لقرار جمعية العامة المتحدة؟ ما علاقته بما جرى؟ بس خلي يكون واضح. العراق موقف الرسمي واضح، صار خلل تقني في التصويت وأعاد وصوت على هذا القرار، وصدرت بيانات من الخارجية العراقية. يبقى مسؤول أمام الأمن القومي العربي، لماذا لم يصوت؟
صوت العراق. لماذا لم يصوت؟ لا صوت. لماذا صوت؟ لم يصوت قرار جمعيه الاهم الممتده؟ تمام تمام تمام. انسى العراق، العراق نفترض ما صوت، جاوب الرجل يقول لك، يقول لك شكلت تحالف وصرفت علي مليارات الدولارات في في بقصد يعني، ورحت وضربت اشقائكم في اليمن، ليش ما تشكلون هذا التحالف حتى تضربون اعدائكم في اسرائيل؟ هذا الرجل قال لك، جاوبه. تساؤل، تساؤل سطحي للاسف وتساؤل طائفي. ليش؟ لو كان بالفعل حقيقي، لو كان بالفعل يريد ان يحل القضيه حقيقه لناقش لماذا قطع النفط العراقي عن الاردن في هذه الظروف. هاي شنو علاقتها بهاي؟ وين الربط؟ وين الربط؟ يعني لتكن منطقي ولتكن واقعي. استاذ مبارك، استاذ مبارك اذا سمحت لي، استاذ اذا سمحت لي، اذا سمحت لي الفكر السطحي هذا. لا لا اسمعني هسه انت استاذ مبارك، انت ما تعلمنا، انت ما تعلمنا السطحي من العميق. اسمعني 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 اسمعني. اولا اسمع 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 اسمع. النموذج طائفي. لا تتحسس، لا يضر العلاقات البينيه. لا بسمح، لا تتحسس من الكلام استاذ مبارك. افهم، احنا استاذ مبارك احنا جاي نناقش، احنا جاي نناقش حقبه تاريخيه مرت ونستشهد بمواقف حدثت. استاذ مبارك اسمعني، احنا جاي نتحدث عن حقبه تاريخيه مرت بالمنطقه وسلسله احداث حدثت جاي نناقشها. تمام، هاي الاحداث من جاي نناقشها، ليش تثير حساسيتك؟ خلي خلي كمل الرجل، انا اريد اسمعك استاذ مبارك. لك الكلام موضوع اكبر منك، لا تجرح الى موضوع. احنا احنا مو صغار حتى الموضوع اكبر منك، احنا العراق، احنا العراق. هذا يعني اذا انت مستصغر نفسك، اذا انت مستصغر نفسك، احنا ما نستصغر نفسنا، احنا اكبر من اكبر واحد، من اكبر عقال. للاسف اني اضيع وقتي معك للاسف. استاذ مبارك بدون تشنج بس اسمعني السؤال. طلع، طلع مره ثانيه، غادر البرنامج مره ثانيه. تمام، شكرا لك استاذ مبارك، يعني ما قدرت اطول لك حتى خمس دقائق. سئلك الرجال ليش، وقاعد نسئلك مره ثانيه، هذا التحالف الدولي نفسه شكلته بالسعوديه على اليمن، تقدرون تشكلون واحد مثله مقابل اسرائيل؟ بس جاوبنا، تقدرون او ما تقدرون؟ بعد ليش دخلتها بطائفيه ورحت العراق صوت او ما صوت والعلاقات العراقيه السعوديه؟ اولا احنا مؤسسه اعلاميه ما لنا علاقه بهاي التفاصيل، يعني احنا نتحدث عن موضوع اليوم يدور بالساحه. عموما خلينا انتقل للاستاذ وليد القيلاني. حياك الله استاذ وليد. حياك الله لك ولضيفي في ضيفيك في الاستوديو وللمشاهدين الكرام. في الواقع عندي ضيف واحد، واحد غادر، الاخ ولضيفك من 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 السعوديه غادر، وكان السجال حول هل امكانيه تشكيل تحالف دولي بمثل ما شكل باليمن، انه يشكل في باتجاه الكيان الصهيوني. الرجل ما يقبل يجاوب، يعتبر هذا السؤال طائفي. بداية لابد أن نوجه التحية، نقول سلاما على الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل والحرية للأسرى، والتحية للمقاومين في فلسطين الذين صانعوا المجد لهذه الأمة. أما بخصوص سؤالك، نحن نعلم أن قضية فلسطين هي قضية جامعة لكل العرب والمسلمين ولأحرار العالم، وهذا ما ثبته الشارع في كل العواصم العربية والأوروبية وحتى في الولايات المتحدة، ورأينا كيف خرجت المظاهرات تندد بهذا العدوان الصهيوني وتحيي الشعب الفلسطيني وصموده وتجرم المحتل على جرائمه الفظيعة. كما ذكرت أصبح الآن لدينا أكثر من 8000 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء. لذلك يجب أن تكون قضية فلسطين جامعة لكل العرب والمسلمين، وأن ننبذ في هذه الفترة الحساسة من 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 هذا الوقت في زماننا أن نكون جميعا صفا واحدا. أنا ما أدري يعني هسه هذا الخطاب اللي تتحدث به حضرتك هو واقعي؟ يعني احنا العرب الان تظاهروا كشعوب عربيه، يا اخي اكو انظمه عربيه الان تساهم في قتل الفلسطينيين. اخي اذا صحيح لو اذا لا. اذا عدنا الى قرار الجمعيه العامه وهو قرار مهم منذ ايام، وهذا يشير الى ان الراي العام ضد الاحتلال الصهيوني ومع الحق الفلسطيني، ولكن نعلم ان هذا القرار غير ملزم في الامم المتحده، ولكن من الجيد أن نبني على هكذا قرارات وأن ننبذ الفرقة. كفانا فرقة 75 عاما
من الاحتلال الإسرائيلي، والنزاعات موجودة داخل البلد الواحد، ورأينا كيف المشاكل والمعارك انتقلت من الصراع العربي الإسرائيلي إلى الصراعات الداخلية. ربما تكون هذه عملية طوفان الأقصى أن تصحح البوصلة إلى فلسطين، وأن تعاد اللحمة بين الشعوب العربية والإسلامية، ونتمنى ذلك في كل بلادنا العربية، ونعود أمة عربية واحدة نجتمع. أصبحنا في القرن كما تعلم في القرن الواحد والعشرين. تمام. البارحة أنا اللي أثارني يمكن أثارني، ما أدري، يمكن أكثر منه كان مثار كلام الناطق باسم حماس البارحة أبو عبيدة، سمعته لما يقول ما ردنا من عندكم جيش تحركوه من أجل نصرة غزة، ردنا من عندكم سيارة إسعاف وما قدرتوا. يعني هذا تتألم. هذا توجهوا انتوا حركة حماس قاعدة توجهوا هذا، انتوا تريدون بالضبط إذا توجهون هذا الكلام للعرب؟ هل تشعرون بالخذلان من الأنظمة العربية؟ لو ما لو مثل كلامك الآن اللي يدعو إلى الوحدة وكذا، أوكي كلام جميل، لكن أنتوا خذلوكم الأنظمة العربية لو ما خذلتكم. أخي الكريم، نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية تريد إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط من جديد، لذلك تعبث في دولنا العربية، ومن هنا نرى هذه المواقف المتخاذلة لبعض الأنظمة العربية. ولكن نحن الآن لا نريد أن ندخل في صراعات جانبية، الآن كل جهدنا منصب إلى داخل فلسطين وإلى قتال هذا العدو الصهيوني. كلام أبو عبيدة واضح، أننا نحن لا نريد أن تتحركوا لدعمنا عسكريا، أقل الواجب تجاه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهو هذا جهد المقل اتجاه شعب غزة، أن تدعمونا فقط بالمواد الغذائية وأن توصلوا إلينا المعونات. لماذا؟ هذه المعونات ليس للمقاومين، هذه المعونات للشعب الفلسطيني الأعزل. هذا الشعب الذي العدو الصهيوني وهذا الجيش الذي تلقى ضربة قاسية في 7 أكتوبر يريد أن يوغل في دمائنا وفي دماء أطفالنا ونسائنا. لذلك الآن لا نريد أن ندخل في صراعات داخلية، كلامه محق، ولكن لا نريد مساعدة عسكرية، نريد مساعدة ومواقف مشجعة على إدانة هذا العدو بكل ظروف، والأيام إن شاء الله القادمة ستثبت ذلك، وربما المعادلة تتغير بإذن الله تعالى. تمام. أستاذ عماد، أولا تعليقك على انسحاب السيد الضيف. يعني ما عندهم القدرة على مواجهة الحقيقة، وحتى مواجهة اليوم أنا جاي أتكلم أحداث حدثت بالمنطقة لها تأثير على الشعوب وعلى سياسات هذه الدول بالمنطقة. ما قلت أنا ما كفرت ولا خرجت من الملة، أنا أكو أحداث وأكو تصريحات تناولتها. عند القدرة على الرد تفضل يرد، كرر بأكثر من مرة أنه الموضوع أكبر منك. إذا يقصدني أنا أو يقصد العراق، فالعراق كبير، موقف العراق كبير، ما يجي الضيف من السعودية يقيم. إذا المرحلة أطت للسعودية دور أن تكون تلعب دور كبير بالمنطقة، فهذا لا يعني أن ننفي دور العراق. العراق وإن مرت به ظروف صعبة، لكن يبقى العراق جمجمة العرب، وله القدرة على اتخاذ قرارات من شأنها أن تغير مسار العمليات السياسية بالمنطقة. يعني حقيقة المواقف تجاه القضية الفلسطينية يوم عن يوم جاي تترسخ. فعلا اليوم احنا ما نعول على الجيوش النظامية، هذه الجيوش النظامية اللي يعني شاهدنا قمم، احنا شاهدنا قمة عربية وكان هناك تصويت بالإجماع لضرب العراق، هسه احنا ضد صدام حسين عند دخول الكويت، لكن سرعة اتخاذ القرارات داخل هذه القمة عندما تكون هذه القرارات ضد مصلحة الشعوب. من المتضرر الأول؟ المتضرر الأول الشعب العراقي. زين. أيام الحصار لم يكن حصار على صدام حسين وعائلة صدام حسين، الأطفال العراق ماتت بالحصار من وراء جراء القمم العربية. صحيح. وشاهدنا قمم عربية أخرى وغيرها. ما الفائدة من هذه القمم؟ يا سيدي الكريم، الشعوب لا تعول. أنا من الأشخاص الذين كنت متفاجئ جدا من موقف الشعب الأردني.
حجم العلاقات الأردنية الإسرائيلية حجم كبير وعلى مستوى عالي. لم أكن أتخيل بأن الشعب الأردني سيظهر سيخرج بتظاهرات كبيرة ويحاول أن يقتحم السفارة الإسرائيلية. لكن حتى على المستوى دول المنطقة دول الخليج ما عندهم. أستاذ محمد هذا التطبيع ما يبدي بقرار حكومي، يبدي بتطبيع مجتمعي. المجتمعات الخليجية مهيئة للتطبيع، لم تتخذ الإمارات قرارا بالتطبيع، لم يكن الشعب الإماراتي مهيئ للتطبيع، ولم تتخذ السعودية موقف بالتطبيع إلا ما كانت هناك أرضية مهيئة للتطبيع. ما من الممكن احنا نبقى نجامل ونقول ايه الامه العربيه والامه العربيه شنو اللي حصلنا. يعني انت تقصد انه الشعوب العربيه هي مطبعه؟ لا، وشفنا تظاهرات، شفنا في شفنا تظاهرات، شفنا تظاهرات بالخليج، دول الخليج، اعطيني دول خليجيه صار بها تظاهرات او صار بها تنديد او صار بها موقف. حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مدونيهم وسياسيهم وغيرها، حتى على المستوى الشعبي ما جاي انشاء، جاي يتهمون غزه يعني حماس بالارهاب ويتشفون. اليوم بالعلن الإمارات مشاركة بطائرات لضرب غزة ولضرب حماس. هو هاي المواقف العربية اللي احنا نقول والله بهذه المرحلة اللي يجب أن نتوحد. شلون نتوحد؟ أستاذ وليد يقول لك احنا لازم نتوحد. طائرات الإماراتية المقاتلة مشاركة بهذا العدوان، مشاركة. زين، وين انت ويا منو تتوحد؟ أنا أريد أتوحد، اعطيني موقف شعبي خلي أتوحد ويا. أنا متوحد مع الموقف الشعبي الأردني، ومتوحد مع مواقف ايضا الشعب السوري واللبناني واليمني وغيرها من المواقف، والجمهورية الإسلامية، هاي المناطق اللي تمثل محور المقاومة الذي يعول عليه، هو هذا اللي احنا ممكن ان نتوحد معاهم. حتى استاذ وليد يعني الرجل يقول لك اذا هم طائراتهم تشارك بقصفكم، زين شلون اذا واحد يقصفني شلون اتوحد وياه؟ يقول لك حتى على المستوى الشعبي هناك دعم للكيان الصهيوني. أنا لا أريد أن أدخل في هذه يعني في هذا الحوار الذي هو يتهم فلان أو علان. نحن الآن نقاتل عدو شرس وهو العدو الإسرائيلي، وكما ذكرت نحن الآن بصدد عدم الدخول بأي نزاعات جانبية مع أي دولة من دول العربية، ولا ولا ولم يثبت أن أي دولة عربية شاركت في هذا. أستاذ وليد، أستاذ وليد، إلى جانب العدو الإسرائيلي. خليني أسألك أستاذ وليد، إذا سمحت لي. أحد، ولكن أستاذ وليد إذا سمحت لي بسؤال. العدو الإسرائيلي ليس بحاجة لدولنا العربية حتى تشارك معه، لديه من الطائرات ومن الدبابات ومن القذائف ومن الأسلحة ما لديه، وهو استنجد بأمريكا وببعض العواصم الأوروبية وأمدوه بأسلحة كثيرة، ورأينا كيف حمل الطائرات الأمريكية أصبحت قبالة السواحل الشرق الأوسط. تمام، خليني بس مداخلة من أستاذ عماد. أستاذ وليد خليني أسألك، أنت تقول إحنا الآن نقاتل الكيان الصهيوني وأمريكا ومن تحالف معها، أنتم تقاتلون بمساعدة من؟ من الذي وقف معكم في هذه القتال؟ وقفت الإمارات معكم؟ وقفت السعودية معكم؟ وقفت البحرين معكم؟ قل لي أنت هسه توضح للرأي العام. الرأي العام يطالبك أن توضح من هي الدول التي وقفت مع غزة ومع حماس. موقف مشرف، كلمتك للتاريخ يا أخي، خلي الناس تعرف. تمام أستاذ وليد. أخي الكريم، أستاذي العزيز، نحن لا نريد أن يقف أحد معنا حتى يقول نحن وقفنا معكم. نحن عندما أردنا أن ننفذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم نكن بحاجة إلى أحد. لذلك من يقف مع فلسطين فهو الرابح، ومن يقف ضد فلسطين فهو الخاسر. وهذا على مر التاريخ، فلسطين هي البوصلة، ليس لأننا فلسطينيين، لا، لأن فلسطين هي قضية العرب والمسلمين أجمعين، فلسطين لكل المسلمين وليس فقط للفلسطينيين. هذا الذي نقوله. إذا من أراد أن يشارك ويدعم الفلسطينيين وأراد أن يساهم في تحرير فلسطين فهذا يكون له نصيب ويكون له سهم في هذا الانتصار، ومن لم يريد فهذا شأنه. فأنا كما ذكرت عندما نفذنا هذه العملية لم نستشر أحد ولم نريد ولا كنا نريد مساعدة أحد، ولكن من يقف إلى جانب الاحتلال فهو سيأتي اليوم الذي نحاسبه به،
ومن يقف معنا فهذا هو نصير لنا وهو شريك في هذا النصر وفي هذه العملية. تمام. هل لديكم تشخيص التي حصلت في 7 أكتوبر؟ هل لديكم تشخيص من يقف الآن مع عدوكم كل من يقف معنا فهو شريك لنا، وما كل من يقف ضدنا فهو عدو لنا، ومن يقف مع العدو الصهيوني فهو عدو لنا، ولكن لا نريد أن ندخل بأسماء الدولة الفلانية والدولة العلانية. نحن رأينا كيف أمريكا جاءت بأساطيلها لتدعم هذا العدو، ورأينا كيف أقاموا حلف لمحاربة حركة حماس. حركة حماس ليس هي حركة عسكرية فقط، إنما تمثل الشعب الفلسطيني، وهي رأس الشعب الفلسطيني التي تقوم الآن بهذه المقاومة البطلة على أرض فلسطين. لذلك من يدعمنا فهو شريك لنا، ومن لا يريد فهذا شأنه، ولا نلوم أحد إذا كان دعمنا أو لا. لذلك من دعمنا مثل إيران ومثل لبنان، المقاومة في لبنان، ومثل الأردن وسوريا وكثير من الدول، فهي مشكورة. ومن لم يدعمنا فهذا حسابه سيأتي ولو بعد حين. تمام. مثل إيران، مثل المقاومة في لبنان، ومثل سوريا والأردن. هل إيران واضحة، المقاومة في لبنان واضحة، الأردن على أي مستوى الدعم، وسوريا على أي مستوى الدعم؟ أخي الكريم، هي الدعم ليس فقط بالسلاح. نحن في بداية عملية طوفان الأقصى قلنا من يستطيع أن يدعم المقاومة ويقف إلى جانب المقاومة فليفعل، ليس فقط بالسلاح، من يستطيع بالكلمة، من يستطيع بالمال، من يستطيع على السوشيال ميديا، بالبوست، بتويت، أي عمل، بالمظاهرات، بالاعتصامات، بالوقفات، كل هذا مطلوب. وحتى لا نترك المقاومة لوحدها في غزة، حتى لا نترك المقاومة أمام هذا العدو الأخرق، حتى لا نقول أكلت يوم أكل الثور. الدعم بأي شكل من الأشكال، ورأينا هذا في الشوارع والعواصم الأوروبية. الكل خرج. يعني ربما أتفهم، حديث أستاذ وليد، ربما أتفهم أنه على المستوى السياسي الدولي قد تحتاجون إلى قرارات مثل القرار السابق اللي صوت عليه في الأمم المتحدة، تحتاجون إلى دبلوماسية في التعامل مع بعض البلدان، لكن بنفس الوقت تحتاجون إلى تشخيص واقعي لمن يقف مع المقاومة ومن يقف ضد المقاومة، وهذا التشخيص موجود عند قيادات حماس، وخصوصا عند القيادات الميدانية، واليوميا نسمع عن المطبعين والمطبعين ويتحدثون عنهم باستمرار أكثر من العدو نفسه. أخي الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية جمعت كثير من الدول، دول العالم وحتى الدول العربية، ووقعوا على اتفاقية صفقة القرن. نقول صفقة القرن الذي كان عربها الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب. أين هي الآن صفقة القرن؟ ذهبت إلى مزابل التاريخ صفقة القرن. لذلك لا نعول نحن على هذه الاتفاقيات، ولا على دعم الدول بالمال، وإقامة حلف وهمي بين بعض الدول. لذلك من يسيطر على الأرض هي المقاومة الآن، من يسيطر على الأرض هم أصحاب الأرض، ولكن أن تأتي القرارات من الخارج ومن وراء البحار لتفرض أجنداتها، هذا مستحيل أن يكون واقعا على أرض فلسطين. طبعا. لذلك هيبة العدو الذي لا يقهر قد قهرت في 7 أكتوبر، والأيام القادمة ستثبت ذلك وستعيد رسم الشرق الأوسط. واضح. أستاذ عماد، أكو تعليق على الكلام؟ لو أسألك أنت قبل قصة أخرى. يعني قبل لا تسألني، أنا أقدر أنه الوضع اللي بالأستاذ وليد يراعي شيء دبلوماسي، شيء سياسي، ربما هم عندهم توجيهات، عندهم كذا، بس هذا ما يمنع أن يكون هناك تشخيص دقيق للمواقف، المواقف الإيجابية والمواقف السلبية تجاه ما يحدث بغزة. شخصها أبو عبيدة البارحة، وشخصها قيادات حماس، وواضحة. واضح. يعني حتى ما تحتاج إلى تكرار. نعم. واضح. يعني أكثر من هذا العار اللي وجهه البارحة، ما نريد من جيوشكم، ما طلبنا من جيوشكم أنه تتحرك
ويضيف لها لا سامح الله، يقال لهم يعني انه انتم سياره اسعاف، سياره مساعده ما قدرتوا تتصرفوا. واضح واضح القصه اكثر من نعم. الناس مخذولين والخذلان واضح، لكن لا يعتمدون بالدرجه الاساس على هؤلاء ولا يعتبرونهم اصلا حلفاء، ولا اصلا وصلت المرحله انه الناس يعني الساحه مفروزه الان، العدو عدو والصديق صديق، صديق. واضح القصه حتى عند الفلسطينيين واضحه كلهم. فانا لكن وين يكمن الخلل في السياسات الخارجيه للدول العربيه؟ ام لحساسيه القضيه الفلسطينيه؟ ام لحساسيه الموضوع اللي يتعلق بالعلاقات الغربيه؟ وين بالضبط؟ يعني منذ عام 1979 عندما انتصرت الثوره الاسلاميه في ايران وتاسست الجمهوريه الاسلاميه، بدات امريكا حول هذا الموضوع ان تجمع كل هذه الانظمه بالضد من الجمهورية الإسلامية من أجل تقويض هذه الثورة المباركة. دفعت النظام العراقي نظام صدام حسين لحرب 8 سنوات من أجل يعني تقليل ونيل من هذه الثورة وهذه الدولة. وانتهت الحرب العراقية الإيرانية، بعدها كان هناك أيضا سيناريو جديد بالمنطقة تحاول أمريكا أن تقوم به من خلال هذه الأطراف الموجودة بالمنطقة التي هي تعتبر ذراع أمريكا بالمنطقة. اليوم الولايات المتحدة تنفذ سياساتها عن طريق أجندة، وهذه الأجندة لها أدواتها اللي تنفذ بها. عندما تحاول تعقد صفقات تسليح كبرى بدول الخليج، لماذا تعقد هذه الدول الخليج هذه الصفقات التسليح الكبرى F-22 و F-35 وغيرها من الصفقات العملاقة؟ كلها كانت توهم انه ايران تمثل الخطر الاكبر الذي يهدد المنطقه ويهددكم بالمباشر. هذه ترسخت باذهان قادتهم وحتى باذهان شعوب المنطقه، من تجي انه تسوي استفتاء ايهما يمثل خطر اكبر على العرب، اسرائيل ام ايران؟ يقول لك لا ايران. وهذا هو وبالسؤال الواضح والصريح لنتنياهو عندما يسال الصحفي يقول له ما هو، اعطيني ثلاث خيارات تمثل خطر يهدد اسرائيل، يقول له ايران ايران ايران. تمام، هذا السيناريو اللي وضعته الولايات المتحده جعلت هذه الانظمه العربيه خاضعه وخانعه لمخططات الولايات المتحده. ما تريده الولايات المتحده تطبقه دول الخليج وبعض دول المنطقه بالحرف الواحد، بالحرف الواحد. ترامب يرفع التليفون ويقول ايها الملك احنا نريد فلوس، احنا نحميك، وما على الملك إلا أن ينفذ ويدفع. الجيش المصري يا أستاذ محمد مؤسسة أمريكية، $2 مليار بالسنة الولايات المتحدة تدعم الجيش المصري، كيف سيحارب في غزة أمام القوات ضد الأمريكان وغيرها من دول المنطقة؟ مستكثر الضيف من السعودية أنه العراق ليش قطع توقف تصدير النفط للأردن، موقف شعبي يعتقدون أنه هذا النفط اللي يروح للأردن ما جاي، يعني موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية مو هذا الموقف اللي مأمول من الحكومة الأردنية. فطبيعي هاي المواقف الشعبية اللي يتحدث بيها. احنا نريد نقول لا، الأخوان المجاهدين بغزة يعولون على هذه الأنظمة وهذه الجيوش، ولا محور المقاومة يعول على هذه الجيوش. محور المقاومة اليوم لديه استراتيجية وغرفة عمليات يدير العمليات بدقة كبيرة، هناك تبادل أدوار ووحدة هدف، كل هذه الأدوار موزعة ومقسمة حسب الأولويات. ربما يشكل البعض ويقول للآن إيران لم تدخل تدخل مباشر، هذا السؤال اللي يطرح دائما، يطرح لماذا دائماً. لا تدخل إيران؟ لم يتدخل العراق بصورة مباشرة، ليش؟ لا لا، حتى أنقل لك هذا التساؤل اللي يدير. وين إيران؟ وين حزب الله؟ وين فصائل المقاومة العراقية؟ وين كذا؟ وين كذا؟ وين كذا؟ أستاذ محمد، محور المقاومة ليس قضية تطوعية وكل من بكيفه، هناك غرفة عمليات وهناك أدوار مقسمة. من يشكل على إيران أو على العراق أو على حزب الله أنه لم يتدخل لحد الآن، إذا كانت هذه المعركة تمثل بها حماس رأس الحرب في مواجهة العدو الصهيوني، فكل الصواريخ وكل الرصاص الذي أطلق على الكيان الصهيوني يحمل بصمات محور المقاومة وبصمات الولي الفقيه. هذا ليس قولي، هذا قول الفلسطينيين نفسهم. اليوم احنا من نتكلم على يحاولون ان يقزمون حركة حماس. استاذ محمد، حركة حماس اليوم هذا الاسبوع الثالث او الرابع دخلنا به،
وللآن لم تنفذ ذخيرتهم، للآن الرشقات مستمرة على الكيان الصهيوني. إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك ترسانة عسكرية، هذه الترسانة لم تأتي في أجواء هذه المعركة عبر الطائرات وعبر الحدود وتدخل الآن إلى غزة. هناك عمل متواصل، هناك شكر إلى الآن ممتنين لما بذله الشهيد سليماني من أجل تطوير قدرات حركة حماس وتطوير قدرات فصائل المقاومة في عموم في عموم المنطقة. للآن لم يتخيلوا أن الأخوة في اليمن تطلق صواريخ إلى تل أبيب، تخيل أنه الموضوع، وسيتفاجؤون إذا امتدت المعركة، وهذا يعني مستبعد لأنهم بدا عليهم الانهزام والانكسار. أول محاولة يوم أمس أو أول أمس محاولة الدخول البري إلى غزة باءت بالفشل، وستتحول غزة إذا ما حاولوا مرة ثانية إلى مقبرة لهم. اليوم حركة حماس وفصائل المقاومة لديها الاستعداد التام لدحر أي عدوان يمس هذه الأرض. تمام أستاذ وليد، اطلعني على بعض التفاصيل الميدانية إذا كانت لديك بعض التفاصيل الميدانية الآن من 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 غزة. حسب كلام الناطق الإعلامي أو العسكري باسم كتاب الغسام أبو عبيدة البارحة، ذكر عدة أمور عسكرية من قلب الميدان. حصل منذ أيام توغل بري في شرق خان يونس وتم التصدي له بشكل بطولي، والبارحة رأينا صور بعض الدبابات كيف ضربت بصواريخ الكورنيت، والبارحة كذلك كان هناك اشتباك في شمال قطاع غزة، واليوم في معبر إرز المقاومين الفلسطينيين تسللوا إلى خلف خطوط العدو وقتلوه خلف هذه الخطوط، واستطاعوا أن يحرقوا ويطفوا دبابتين وتم إحراقهم. هذا كلام وبيان كتاب القسام. لذلك حينما نرى هذه الصور تسمعنا أستاذ وليد، أنا أسمعك سرس، تفضل أكمل. لذلك حينما نرى هذه العمليات البطولية وكذلك بالإضافة إلى الصواريخ تنطلق من حين إلى آخر، نؤكد أن المقاومة بخير، وهي من تمتلك وتتحكم بمجريات الميدان، وهي تستطيع أن تقدم ترى. لذلك أنا أقول إذا أردت أن أستاذ وليد، أنا أعتقد صوتك مو واضح عندي، تسمعني الآن؟ أنا أسمعك بس في شو اسمه الآن. تسمعني الآن؟ تسمعني؟ جيد. تمام، على المستوى الإنساني كيف ممكن وصف الوضع في غزة؟ لا شك أن الوضع الإنساني هو جزء من المشهد. بعد أكثر من 3 أسابيع لم يحقق العدو الصهيوني أي أهداف عسكرية، ولم يستطيع استهداف البنى التحتية للمقاومة كما ذكرنا سالفا، ولكن حقق شيئا واحدا، أنه قتل الأطفال والنساء وقصف البيوت على رؤوس ساكنيها وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس كما رأيت في الأيام السابقة، وقتل الصحفيين أكثر من 20 صحفي، وبالإضافة إلى ضرب الطواقم الصحية والإغاثية والدفاع المدني. كل هذا العدو لماذا يفعل ذلك؟ ليقول للمقاومة أن بيئتك الداخلية سيأتي يوم لتنقلب عليك. ولكن رأينا كيف أن الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني والغزاوي ينهض من بين الركام ويقول نحن مع المقاومة ونحن فدا المقاومة. لذلك نحن نعول على هذه المواقف البطولية لشعبنا الفلسطيني، أن المقاومة ستبقى صامدة طالما أن شعبنا بخير. حجم الألم كبير، نعم هناك دماء، هناك شلالات من الدماء من قبل هذا العدو البربري، ولكن نقولها بكل وضوح والله أنه سيأتي يوم لنحاسب هذا العدو على هذه الجرائم. لو كان هذا العدو شجاعا لقاتل كتائب القسام، ولا رأيناه
الموت الزؤام من خلال المعارك، ولكن سمة هذه الجيوش حينما تلجأ إلى المدنيين وقصف البيوت العزل، هذه سمة الجيوش المهزومة والمأزومة. أستاذ عماد، اليوم كانت خطفة صغيرة مدة 7 ثواني فقط للسيد حسن نصر الله، ظهر في فيديو فسر بكثير من التفسيرات، هل يمكن أن نتوقع القادم من حزب الله؟ يعني كل كلمات سماحة السيد حسن نصر الله وسكناته وحركاته تدل على أشياء كثيرة ورسائل للعدو، العدو يفهمها قبل الصديق. حزب الله لديه من الإمكانيات الكبيرة التي يفاجئ بها العدو الصهيوني ويفاجئ بها الكثير من الذين يصطفون مع الكيان الصهيوني. أستاذ محمد، إحنا نتكلم على الداخل الفلسطيني وحجم الدمار اللي موجود به، لكن قليل نتكلم على الداخل الإسرائيلي. اليوم الداخل الإسرائيلي تعتقد أنه عالم وردي؟ أبداً، الحياة متعطلة داخل الداخل الإسرائيلي، لا وجود للحياة. 250 ألف تعداد الجيش الإسرائيلي، والاحتياط 350 ألف، 600 ألف يمثلون 30% من حجم القوى العاملة داخل الكيان الصهيوني. الاقتصاد مصاب بالشلل التام، يعني المطارات تغص بالمهاجرين. نقطة دقيقة جدا، النازحين لأول مرة بتاريخهم يعني النازحين. نعم، محور المقاومة حطم هذه الأسطورة للقبة الحديدية وكاميرات المراقبة وغيرها من التي كانت يتبجحون بها. اليوم الكيان الصهيوني أمام مأزق كبير، كيف سيقنع المستوطنين أن يعودوا إلى هذه المستوطنات إذا كل هذه الحماية وكاميرات المراقبة لم تقف عائق أمام المقاتلين؟ هذه القضية ليست قضية عبثية، دائما بالمعارك اختيار التوقيت وإجبار العدو على اختيار توقيت لا يريده هو عبارة عن نصر. اختيار التوقيت من قبل حركة حماس كان له الدور الكبير بانهيار المعنويات داخل الكيان الصهيوني. للآن يعني هذا حجم القصف الوحشي ما هو إلا حالة هستيريا. هم يعتقدون أنهم سيحققون نصرا عندما يقتلون الأطفال والنساء، لكن هذا ما يزيدهم إلا خسرانا. اليوم القضية الفلسطينية أصبحت قضية محور المقاومة الذي لا يتنصل عن هذه القضية كغيره. كل ما يعتقد به محور المقاومة على يقين تام بأن هذا الكيان زائل، وأنا على يقين كما أني لدي يقين أن هذا البرنامج لديه توقيت وسينتهي، لدي يقين بأن هذا الكيان سينتهي لا محال. شكرا أستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي، وأيضا شكرا للأستاذ وليد الجيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس من بيروت. أيضا شكرا للسيد مبارك العاتي الكاتب السياسي السعودي، لم يستطع الاستمرار معنا في البرنامج، كانت عندنا مجموعة من الأسئلة عند ضيوفنا، عندنا أنه حول الموقف العربي، حقيقة الموقف العربي اللي وصل القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه، الموقف العربي المتخاذل مع الأسف في كل القضايا العربية اللي مرت علينا في كل حياتنا، الموقف العربي اللي يتفرج دائما على أشلاء الضحايا والأطفال الذين يسقطون يوميا في غزة، المأساة اللي تشوفها في حتى يهود من داخل الكيان الصهيوني يظاهرون من أجل إيقاف، من أجل توقف هذه الحرب، على ويعني دافع إنساني، لكن دول عربية صامتة تماما، لا تتحرك تماما. ومع الأسف اللي أكثر من هذا نشوف كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأشخاص دول الأشخاص اللي هم أساساً موجهين من قبل حكوماتهم، يدعمون ويقفون ضد من يدعم، يقفون ضد العراقيين، ضد الإيرانيين، ضد أي واحد ممكن أن يدعم حق الفلسطينيين في المقاومة وفي الدفاع عن أرضهم، في الدفاع عن أرضهم. شفتوا كل الجرائم اللي سواها الكيان الصهيوني خلال هذه الأيام، كيف من الممكن أن واحد مغتصب أرضه وكل هذه الجرائم تمارس بحقه وتريدونه يسكت؟ كيف ممكن أن يخرج الاحتلال؟ كلكم في مناهجكم التعليمية والدراسية تتحدثون عن حركات المقاومة التي حررت بلدانكم، ما هي حماس هم حركة مقاومة تريد تحرر بلدها، ليش تمجدون دولاك وتعتبرون دول إرهابيين؟
ليش تقفون بوجه كل واحد يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن وطنه؟ يعني إذا وصلت إلى هذه المرحلة من التوجيه أنه يجيكم تليفون من ترامب ومن فلان ومن فلان، فحقيقة أنتم مو فقط دمى وإنما أسوأ من الدمى. كيف تقدرون تنامون ليلكم هاي الأيام وترجعون إلى نسوانكم يا عرب وتقولوا لهم أنه إحنا قاعد ندعم الناس اللي يقتلون أطفال فلسطين؟ وين وصلتوا إلى أي مرحلة؟ هسه وطنية عروبية كذا تبيعونهن علينا يومية في وسائل الإعلام وفي كل شيء، والعمق العربي والعمق العربي، هسه هذا هو العمق العربي؟ هذا الحضن العربي؟ حضن العربي اللي ما يحتوي لطفل؟ يوقف لكم أبو عبيدة يعور البارحة يذكركم بعاركم، يقولكم سيارة سيارة مساعدات ما قدرتوا توصلوها، كل العرب بملياراتكم بأموالكم بأسلحتكم بقدراتكم، ما تقدرون توصلوا لكم سيارة إسعاف إلى غزة؟ ناموا، في أمان الله.